في ذات السياق، أكد السيد خالد الريس مدير إدارة المشاريع في مشاريع الأمل أن الطموح للموسم القادم هو التوسع لتوفير فرص استثمارية لرواد الأعمال البحرينيين والخليجيين. طبعا هذا الإنجاز يرسخ نجاح رؤية وتوجيه سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لصناعة أول منصة استثمارية مثل ما ذكرنا إقليمية وتبتدي من البحرين، وكذلك يرخص جهود القائمين بالعمل من قيادتنا إلى المنتجين إلى الطاقم إلى الرواد والمستثمرين. طموحنا الموسم القادم طبعا التوسع لجميع دول الخليج وتوفير فرص استثمارية أكبر لرواد الأعمال البحرينيين والخليجيين. من هذا الباب طبعا ندعو جميع أصحاب المشاريع الصغيرة والقائمة للتقديم على الموسم الرابع للاستفادة من البرنامج بكل مراحله.